السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى ناظم. اليوم سوف نكمل دروس من دورة قواعد البيانات باستخدام برنامج مايكروسوفت اكسس. زوروا مدونتنا الإلكترونية learnerteam.blogspot.com. اليوم راح نشرح إن شاء الله الدرس السابع الذي يتكلم عن ما هو الفورين كي. الفورين كي هو المفتاح الخارجي. خلي نفتهم هو شنو هو الفورين كي وشلون يصير عملية التعامل معه في برنامج مايكروسوفت اكسس. الفورين كي هو عكس أو نقدر نقول هو مفتاح له خصائص عكس خصائص المفتاح الأول اللي هو شنو برايمري كي. اللي هي خصائص شنو خصائص الفورين كي كالتالي: اولا يجوز التكرار، ثانيا يمكن ان يترك فارغا. يجب ارتباط الحقل في الجدول الاول والذي يحمل برايمري كي مع الجدول الثاني الذي يحمل نفس اسم الحقل والذي يعتبر فورين كي. اعتقد انه هذه الجملة غير مفهومة، ولكن في شرحها بواسطة البانج اي الرسم سوف تفهمون معنى هذا الجملة. خلي نسوي لنا مثلا جدول الاول اوكي، وهذا هو شنو الجدول الثاني اوكي. هذا مثلا على سبيل المثال فيه ثلاثة حقول، وهذا ايضا ثلاثة حقول او اربعة حقول مهما يكون الجدول. لنكتب هنا مثلا id، هنا نكتب مثلا s name، هنا مثلا نكتب age، هنا مثلا نكتب على سبيل المثال c number c name مثلا نقدر نقول quantity كمية. هنا باعوا انه الجدول الاول والجدول شنو الثاني، يجب ان يكون الجدول الاول والجدول الثاني لديهما primary key. يجب ان يكون ان حدد primary key وبرايمري كي، نشوف اي حقل من الحقول يصلح ان يكون برايمري كي. الشيء الثاني يجب ان يحمل الجدول الثاني البرايمري كي الخاص بالجدول الاول. فمثلا على سبيل المثال وضعنا او حددنا في الجدول الاول الاي دي نمبر هو البرايمري كي. البرايمري كي في الجدول الاول هو شنو؟ هو الايدي. الجدول الثاني البرايمري كي على سبيل المثال وضعنا هو مثلا منو السي نمبر. طبعا اذا كان هنا كابيتال طبع كابيتال، اذا كان هنا سمول طبع هنا سمول، كذلك هنا اذا كان سمول كابيتال كابيتال.
احنا قلنا انه الجدول الثاني لازم شنو يحمل البرايمري كي الخاص في الجدول الاول. اذا الفورين كي هنا، الفورين كي هو شنو؟ البرايمري كي الخاص بالجدول الاول. اذا هنا هو اي دي. زين إذا كان كابيتال أضعه هنا كابيتال، إذا كان هنا سمول أضع سمول. إذا كان هنا كابيتال ووضعته هنا سمول يعتبر أنه هذا الحقل ليس فورين كي، يجب أن يتم كتابته بنفس كتابة البرايمري كي الخاص بالجدول الأول لكي يتم معرفة بين الاثنين. زين إذا الـ ID number أو الـ ID نضعه هنا ليصبح شنو؟ يصبح فورين كي اي دي. اوكي طبعا هنا السجلات الخاصة بالجدول الاول وهنا السجلات الخاصة بالجدول الثاني. هنا قلنا اذا وضعنا البرايمري كي هو شنو قلنا الاي دي، واللي هنا برايمري كي هو شنو السي نمبر. أن لا يكون شنو؟ أن لا يكون فارغا وأن لا يتكرر. 1 2 3 4 هنا البرايمري كي الخاص بالجدول الثاني أن لا يكون فارغا وأن لا يتكرر. 1 2 3 4 زين الأسماء هذه البيانات تمليها ماكو أي إشكال، ولكن انتبه إلى خاصية الفورين كي. الفورين كي يجب ان يعني مثلا نقدر نقول يمكن يترك فارغا وممكن ان يتكرر، ولكن القيمة هنا تكتب هنا. اوكي القيمة هنا تكتب هنا، يعني هنا يجب ان البيانات هنا موجودة في هذا الحقل. زين على سبيل المثال السي نمبر 1 يمتلك البرايمري كي الخاص بالجدول الثاني الذي هو رقم 2. اوكي ورقم 2 يمكن ان يمتلك البرايمري كي الخاص ب 2، يعني وجوب شنو يمكن ان يتكرر وممكن تتركه فارغا. في الثالث يمكن ان يحمل البرايمري كي الخاص في الاول، والرابع اربطه في الرابع او في الثالث او في الثاني او في الاول لنضعه مثلا في الثالث. راح يصبح الاول اين الربط؟ الربط هنا. زين والثاني نربط هنا وهنا. ليش؟ لان هنا 2 وهنا 2 والواحد هو 1. اوكي 3 أين الرباط؟ انربطه هنا. ليش؟ لأن هنا هو أصبح فورين كي للبرايمري كي هذا. زين الأربعة ما عندي، إذن فارغ. أعتقد أنه وصلت الفكرة أو موضوع هذا الموضوع افتهمناه. هسه نجي على مايكروسوفت أكسس ونطبق العملية. مثلا فورين كي أضع جدولين، الجدول الأول مثلا أكتب عليه student والجدول الثاني أكتب class. أوكي في الستودنت الأول في جدول الستودنت اتفق بأنه يكون البرايمري كي هو S number أي student number وضع number وأضع خاصية البرايمري كي. زين اسم الطالب S name text و S age text. إذا هو الجدول الأول الذي يحمل البرايمري كي. في الجدول الثاني أقوم بتحديد البرايمري كي ليكون سي نمبر و سي نيم.
ونقدر نقول عدد الكلاس A quantity small number. طبعا انه نحدد نتفق الجدول له primary key، ونخصص primary key الحق الذي يكون لا يجوز التكرار ولا يجوز ان يترك فارغا، ايضا هنا نحدده. احنا بالرسم ربطنا الجدول الاول بالجدول الثاني. الجدول الاول قلنا البرايمري كي وين يروح؟ يروح بالجدول الثاني. اذا البرايمري كي هذا، برايمري كي هذا سوف يتم نسخه الى الجدول الثاني. نكتب كما هو، يفضل عمل تظليل وكليك ايمن وبعد ذلك كوبي، اذهب الى كلاس وبعد ذلك الصقه هنا. هل يجوز اختيار اي شيء هنا؟ لا، يجب ان يتصف بداتا تايب خاصة بالجدول الاول. هنا اس نمبر يكون شنو؟ نمبر. اذا كان هنا نمبر يجب ان نضع نمبر، واذا كان هنا تيكست يجب ان نضع تيكست. هذا هو نمبر. الآن أقوم بخزن خزنه. الآن أظهر عملية إدخال البيانات في الاس نمبر، أقوم مثلا وكتابة رقم 1، وفي اس نيم أكتب مثلا اسم أحمد، وستودنت ايج أكتب 15، في السجل الثاني أكتب 2، وفي اس نيم أكتب علي، والعمر أكتب مثلا 18، ثلاثة أكتب مثلا باسم أكتب 20. أقوم بحفظ هذا الجدول، أذهب إلى الكلاس وأذهب إلى الفيو، وبعد ذلك أقوم بكتابة البيانات. مثلا الكلاس الأول ليكون مثلا G1 على سبيل المثال. G1 لكلاس G1 يحتوي مثلا على 5، ووضعنا الاس نمبر قيمته على سبيل المثال 1، والذي هو شنو؟ أحمد. في الكلاس الثاني مثلا G2 في الكوانتيتي مثلا اكتب 8، اكتب على سبيل المثال 3، في رقم 3 اكتب مثلا G3 هنا مثلا 10، اكتب هنا 1، اي تم تكرارها. 4 G4 اكتب مثلا 15 واكتب 2، 5 G5 18 واكتب مثلا على سبيل المثال 3، و 6 G6 20 واتركه فارغا. هنا لا يجب التكرار ولا يمكن ان اترك فارغا. ليش؟ لان هو برايمر كي. هنا ايضا لا يتكرر وان لا يكون فارغا، ولكن هنا في الفورين كي الذي هو يعتبر فورين كي للبرايمر كي في الجدول الاول اس نمبر. طبعا تكرر الواحد واحد تكررت، والثلاثة ثلاثة تكررت. ان شاء الله هسه في الدرس القادم سوف اشرح العلاقات relationship. أتمنى أن يكون الشرح قد نال إعجابكم، ولا تنسوا في زيارة مدونة الإلكترونية learnerteam.blogspot.com لمشاهدة كل ما هو جديد في الدورات البرمجة ودورات قواعد البيانات، وأتمنى أني نال إعجابكم، وشكرا جزيلا لكم.